كشفت دراسة لهيئة تنظيم الاتصالات أن موفري خدمات الاتصالات في السلطنة لا يحتلون مراكزاً جيدة في غالبية الخدمات بالمقارنة مع نظرائهم في الدول المختارة الأخرى، وأن أسعار الخدمات المدفوعة القيمة مسبقاً المقدمة من مشغل الشبكات في السلطنة تتجاوز كثيراً متوسط أسعار دول مجلس التعاون الخليجي. أعلنت وزارة القوى العاملة أنها ستبدأ باستقبال طلبات الراغبين في الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الفترة من 3 إلى 21 من مايو المقبل. أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمانية راجح بادي رفض بلاده خطة السلام التي قدمتها إيران للأمم المتحدة لوقف العملية العسكرية على مواقع الحوثيين في البلاد وبدء حوار بين أطراف الأزمة، واعتبر أن الهدف منها هو المناورة السياسية فقط. قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن فكرة السلاح النووي الإيراني ما هي إلا محض تلفيق، وإن أمريكا هي المصدر الحقيقي للتهديد، معربا عن استغرابه لمطالبة طهران بعدم امتلاك قدرة دفاعية في وقت تستمر فيه التهديدات العسكرية ضدها. عزز إيدن هازارد فرصه في الفوز بجائزة أفضل لاعب العام في إنجلترا بهدف آخر رائع، منح به تشيلسي الفوز بهدف على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.